السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز النهاردة أقدم لكم حلقة جميلة عن فيلم أقوى من الحياة. الفيلم ده أقوى عفوا أقوى من الحب، أقوى من الحب، بطولة عماد حمدي، شادية، مديحة يسري. الفيلم ده اتعمل سنة 1954. فيلم قصة اجتماعية جميلة بتدي عبرة للأزواج، الزوج والزوجة. الفيلم قصته اللي عماد حمدي كان بيشتغل في مصنع، وحصل له حادثة واتعكس في دراعه، ما عادش قادر ان هو يشتغل ويصرف على بيته وعلى عياله. طبعا قعد في البيت، واللي كانت بتصرف على البيت وعياله هي مراته الدكتورة مديحة يسري اللي كانت قايمة بدور طبيبة. وفجأة قعد لوحده حزين في البيت، حس اللي هو قايم ملوش دور في الحياة. مراته هي اللي بتتحكم في البيت، هي اللي بتصرف على البيت، هي اللي بتتحكم في الأولاد. الفيلم ده بيحكي عن قصة اجتماعية جميلة، وأنا عايزكم تتابعوني للآخر. بيقدم فعلا فن كأيام زمان، كان بيقدم رسالة للمجتمع لازم الناس تعرفها. نكمل قصة الفيلم. مديحة يسري كانت بتعامل عماد حمدي معاملة مهاش حلوة، كانت ما بتهتمش بيه، ما بتهتمش بأخباره، ما بتهتمش بيه، هو اللي هي اللي كانت بتتحكم في البيت. فعلا هو فقد الحب في هذا البيت، فقد رجولته. هو ما كانش كان الاول بيصرف وكان بيشتغل وكان بيمسك فلوس، هو اللي كان بيمسك ذمة البيت، وهي اللي كان بيصرف على البيت. ما اتقطع في البيت بقى ليه انسان بدون كرامة، هي اللي بتصرف عليه، هي اللي بتصرف على البيت، هي كلمتها هي اللي ماشية. لحد لما سافر في يوم من الايام وقابل فنانة شادية في القطار صدفة، توططت منهم المعرفة والصداقة وأعجبت برسمه، لأن هو كان رسام جميل وبرسم ألواح جميلة، وشجعته اللي هو يمارس مهنة الرسم ويرسم رسومات جميلة ويبيعها ويصرف على بيته ويصرف على زوجته ويصرف على أبنائه. فعلا نشر لوحات جميلة، وفعلا الجمهور أعجب بها واشترى اللوحات دي، وبدأ يمسك فلوس. لحد لما الفلوس توفرت معاه، أجر بيت صغير يقعد فيه، وطلب من مراته مداحة يسري اللي هي تقعد معاه في البيت ده، وهو اللي يصرف عليها من كده وتعبه. طبعا رفضت، قالت له انت مش هتقدر تعيشني في نفس المستوى اللي انا معيشك فيه. طبعا فقد قاعد لوحده حزين، فقد الزوجة، واضطر اللي هو يحافظ على كرامته ويصرف على نفسه أمواله الشخصية اللي كان بيكسبها من عرقه ومن رسمه الجميل. وطلب بدأت المعرفة تتوطد بين شادية وعماد حمدي وساعدته اللي هو حبيتاته تشير، ودخل في قصة بعد الصداقة توطدت إلى حب، وفعلا حب الفنان عماد حمدي الفنانة شادية، والحكاية تطورت لحد لما وصلت الحكاية لزوجته مديحة يسري، وعرفت اللي هو على علاقة بسيدة اللي هي شادية في الفيلم، وهددته اللي هي لازم يسيب شادية ومعرفته بقى خلاص، يقطع علاقته بقى نهائية. قال لها ما اقدرش اقطع علاقتي نهائيا بها، لان هي اللي ادته الحب، هي اللي ادته الاهتمام. هو فقد الحب من مراته، وتلاقيه بره، تلاقيه من سيدة ساعدته، حولته من انسان عاجز ملوش كرامة ملوش قيمة، لانسان فنان كبير وليه لوحات جميلة ومشهور. فطلب منها اللي هي تروح تقعد معاه في البيت الصغير اللي هو أجره عشان يصرف عليها بجد وتعبه، لكن هي رفضت. وفعلا هو هددها، قال لها أنا مش هستنى كتير، وقال لها لو ما جيتيش تعيش معايا أنا هتزوج من اللي هي الفنانة شادية. فعلا قعد يستنى مراته وما جاتش، التكبر عمى عينها،
وفعلا بدأت دور الأبناء اللي هم فقدوا أبوهم ومحتاجين لعناية الأب زي ما محتاجين لعناية الأم، أثروا على مدى يسري اللي هي تروح لأبوهم وتقعد معاه في نفس البيت ويعيشوا على قد رزقهم وعلى قد رزق أبوهم. فعلا يوصل بقى الفيلم للنهاية اللي شادية تلبس فستان الزفاف، وتوصل في نفس الوقت مدحة يسري بالأطفال. طبعا في مشهد جميل ورائع بين مدحة يسري العملاقة وشادية العملاقة، ده دليل على إن إحنا كنا بنقدم فن جميل. وفعلا شادية اختارت اللي هي تضحي بحبها في سبيل سعادة حبيبها اللي هو عماد حمدي، ويرجع لمراته ويرجع لأطفاله ويرجع لبيته. ووسط مدحة يسري اللي هي تعرف عماد حمدي اللي هي كانت بتحبه حب جامد، وطلبت مدحة يسري اللي هي تقعد معاه، لكن قالت لها لا، فعلا سابته يوصل يرجع لأهله ويرجع لبيته. ودي كانت النهاية اللي كانت متوقعة، النهاية الصحيحة اللي هو يرجع لأطفاله ومراته. اللي انجرح في الآخر هو الفنانة شادية، والفيلم كان في نهايته فعلا مشاهد مؤثرة وحزينة، لكن ده دليل للإهمال. ده رسالة يوصل لأي زوجة أو أي زوجة أو أي زوج، الإهمال هو اللي بيسبب الطلاق وبيسبب خراب البيوت، وبيخليه لما الإهمال بيخليه يدور على حب بره بيته. فعلا هو اتحرم من النقطة دي. فدي رسالة من فيلم أقوى من الحب للأزواج، اللي هم يهتموا ببعض، يهتموا بشؤون بعض، يهتموا بأطفال بعض، يهتموا بالأطفال، يهتموا بأبنائهم من ناحية الزوج أو الزوجة. طبعا ده فيلم اجتماعي جميل، كان بيحكي وبيعرف عبرة للناس اللي لازم الزوجة تراعي الزوج، ولازم تاخد بالها منه وتهتم بيه. ده الفن كمان زمان كان بيقدم حاجات جميلة للمجتمع، وكان بيقدم عبر، وكان بيقدم قصص حقيقية بتحصل في الواقع. وأتمنى قصة الفيلم كانت عجبتكم، وأتمنى إن أنتوا تتابعوني للآخر وتعملوا لايك وتعملوا شير للقناة، وأتمنى لقناة عشاق الزمن الجميل تعجبكم. واستنوا كل فيديو جديد، قصة فيلم جديد من أفلام الزمن الجميل. وشكرا.